أعلن البنك المركزي أن إجمالي مساهمات القطاع المصرفي في المشروعات المجتمعية والتنموية خلال عام 2023 بلغ نحو 2 مليار جنيه. في هذا الإطار أكد البنك المركزي في بيان أن القطاع المصرفي سيواصل جهوده لمساندة المبادرات التي تستهدف دعم الفئات الأكثر استحقاقاً والنهوض بالمجتمع، وذلك من منطلق إيماني بأهمية المسؤولية المجتمعية وحرصي على تعزيز التكامل مع كافة أجهزة الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين مستوى معيشة المواطنين خاصة في القرى والأماكن النائية. استعرضت الهيئة العامة للرقابة المالية أبرز جهود تطوير السوق رأس المال عام 2023، مشيرة إلى بدء تداول أذون الخزانة في البورصة لأول مرة في تاريخ مصر لتشجيع واستقطاب مستثمرين جدد في أدوات الدين الحكومية ورفع كفاءة عملية التسعير. في هذا الإطار أعلنت الرقابة المالية عن استضافة إطلاق أول صندوق استثمار في الذهب، مشيرة إلى تبسيط كافة إجراءات تسجيل وتحديث بيانات المؤسسات الأجنبية العاملة في السوق المصرية وتنشيط الحسابات الراكدة. كما استعرضت أبرز جهود تطوير نشاط التأمين في عام 2023، من بينها الإعلان عن إطلاق أول وثيقة معاش بالدولار للمصريين في الخارج، والإعلان عن إطلاق أول خريطة تفاعلية للقطاع المالي غير المصرفي. سجلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعات جماعية لدى إغلاق تعاملات اليوم الخميس في ختام تعاملات الأسبوع، مدعومة بعمليات شراء من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار العربية والمستثمرين العرب والأجانب والمصريين الأفراد، فيما مالت تعاملات المؤسسات المحلية والأجنبية نحو البيع. في هذا الإطار ربح رأس المال السوقي 11 مليار جنيه لينهي التعاملات عند مستوى 1.999 تريليون جنيه. أما على صعيد المؤشرات فقد ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 بنسبة 0.3% ليصل ويحقق ما قيمته 28,964 نقطة. كما زاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنسبة 24% ليبلغ مستوى 7,306 نقاط. الارتفاعات شملت كذلك مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا الذي أضاف نحو 22% إلى قيمته ليبلغ مستوى 10,239 نقطة. استقرت أسعار النفط فيما يترقب المستثمرون بيانات أمريكية. من المنتظر أن تقدم المزيد من المؤشرات حول توقعات أسعار الفائدة، وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت الوسيط بنسبة 0.3% لتصل وتحقق ما قيمته 83.32 دولار للبرميل، وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 0.4% لتحقق 78.28 دولار للبرميل، فيما تراجعت أسعار المازوت عالميا بنسبة 0.9% لتصل إلى 2.62 دولار لللتر، وانخفضت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 1.22% لتسجل 1.87 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. تراجع الإنتاج الصناعي في اليابان خلال شهر يناير الماضي لأول مرة منذ شهرين، مدعوما بانخفاض إنتاج السيارات وفقا للبيانات الصادرة عن وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية. فقد تراجع الإنتاج الصناعي بنسبة 7.5% في يناير مقارنة بالشهر السابق عليه. كما أظهرت البيانات أن إنتاج السيارات الذي يدعم الإنتاج الصناعي انخفض ب 17.8%، وذلك بسبب تداعيات فضيحة تتعلق باختبارات سلامة مزيفة في شركة هاسون موتورز والمصانع التي اضطرت إلى تعليق عملياتها بسبب الثلوج الكثيفة. نقلت وكالة تاس للأنباء عن وزير الزراعة الروسي ديمتري باتروشيف قوله إن موسكو غير مهتمة بتجديد اتفاق تصدير الحبوب عبر الرحل الأسود، ولديها إمكانياتها الخاصة التي تسمح لها بتصدير الحبوب. قد سمح ذلك الاتفاق والذي انقضى أجله في منتصف العام الماضي لأوكرانيا بشحن الحبوب من موانيها على البحر الأسود. ذكرت وزارة المالية الأوكرانية أن مجلس الاتحاد الأوروبي وافق على إطلاق تسهيلات لأوكرانيا بقيمة 50 مليار يورو للفترة من 2024 وحتى 2024
2027. بموجب هذا الإعلان ستحصل أوكرانيا على 39 مليار يورو كدعم مباشر للميزانية خلال الفترة من العام الجاري 2024 وحتى عام 2027، منها أكثر من 5 مليارات يورو على هيئة منح.